بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الولائي، السيد الرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أشكر السيد الوالي وكل السلطات المحلية على حفاوة الاستقبال، وأشكر في نفس المناسبة كل أهل ولاية غردايا وأهل الولاية المنتدبة للمنيعة على حفاوة استقبالهم وتفهمهم بما جينا به اليوم. في الحقيقة اللقاء تاع اليوم أو الزيارة تاع اليوم أنا كنت ننتظرها منذ أسابيع. اليوم لازم نهضروا اللغة اللي تناسبنا كل. اليوم رانا في 2021، وبالمناسبة نهنيكم ونتمنى لكم كل الصحة والعافية للعام هذا. إن شاء الله رب العالمين يجينا به خير، وأول إشارة جينا بها في 2021 هذا هي عودة السيد رئيس الجمهورية بالصحة والعافية. 2021 نتمناه انطلاقة حقيقية فيما يخص ورقة الطريق لقطاع الفلاحة. ورقة الطريق لقطاع الفلاحة اللي جات تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية. أكبر نسبة في قطاع في ورقة الطريق لقطاع الفلاحة هو الاستثمار المهيكل، خاصة في المناطق الصحراوية. على هذا الأساس قرار السلطات العليا للبلاد لإنشاء ديوان وطني اللي راح يتكفل بمسألة الاستثمار. سمحوا لي نولي في بعض الكلمات ونقول الهدف المنتظر منه. أولا رفع القيود البيروقراطية، ثانيا متابعة المشاريع اللي تخص الاستثمار الفلاحي وتخص بعض الشعب الاستراتيجية اللي عندها اليوم وزن ثقيل في الاقتصاد الوطني. باش نجسدوا هذا الأفاق لازم علينا كل كمسؤولين كمواطنين كمهنيين كمستثمرين نتجندوا لتجسيد هذا الهدف. في الماضي أنا واحد من الناس اللي شفت المشاريع يطاولوا على مش شهور، على أعوام. لجنة تجيب لجنة، ملف يجيب ملف، ولكن في الحقيقة الهدف اللي كنا ننتظروه لو ندير الحصيلة اليوم ونديروها بكل شفافية وبكل صراحة بعضنا نلقاو كنا بعاد. أولا بعاد على ما كنا ننتظره، ثانيا بعاد بالنسبة للقدرات اللي عندها بلادنا وعندها إطارات نتاعنا والمستثمرين نتاعنا. إذا هذا الديوان أنا تشرفت اليوم وكان لي كل الشرف نوضع الحجر الأساسي لإنشاء هذا الديوان، ولكن هذا الشيء ما يمنعش في انتظار تعزيز أو إنشاء هذا الديوان يكون فيه ملحقات سواء
على مستوى الولاية أو على مستوى الولاية الأخرى باش نربحوا الوقت، باش نربحوا الوقت. والوقت اليوم بالنسبة لبعض التحديات، سواء كانت تحديات سياسية أو تحديات اقتصادية، لازم اليوم نعطوا لها الميزة نتاعها. النقطة الأخرى اللي حبيت نطرقها معاكم، شفت اليوم آفاق، شفت بعض المشاريع اللي انطلقوا، ولكن في نفس الوقت شفت مشاكل وسمعت مشاكل الفلاحين. ما نكذبوش على بعضنا، ما زال كاين البيروقراطية. إذا ناخدوا التعليمات ولا نمدوا تعليمات على المستوى المركزي باش ما يطبقوش أو يطبقوا في آفاق ليفشل الفلاحين والمستثمرين، هذا يا جماعة ما نروحوش به بعيد. كي جينا بتعليم، ما قلنا فيما يخص ترخيص لحفر الآبار بعد ما يدرس الملف على المستوى التقني وتكون فيه كل الموافقة، الترخيص أو الرخصة ما تفوتش 15 يوم. هذا مش شعار، ما لازمش يقعد شعار. جينا وبشرنا وقلنا بعض، أعطينا بعض المعطيات وبعض المعلومات اللي فيما يخص قضية الكهرباء، وأنا على بالي قضية الكهرباء هذه عندها وزن ثقيل خاصة في المناطق الصحراوية، وخاصة عندما يكون ونهدر على الفلاحة الصحراوية. قلت فيه برنامج، وهذا تجسيدا لتعليم السيد رئيس الجمهورية اللي عندها من شهر ماي الماضي. قلت كل الدراسات أو بالأخص كل الإحصائيات اندارت على مستوى الولايات، وإن شاء الله نتمنى التجسيد نتاعها، تجسيد هذا المشروع انطلاقا من هذا اليوم. ولكن في نفس الوقت باش نشوف مستثمرين أو فلاحين استثمروا منذ سنين وما زال ما عندهمش العقود نتاعهم، هذا مش مقبول. لو نتكلم اليوم على استرجاع الثقة، مش بالصفة هذه نسترجع الثقة، كي ناخدوا قرار كل مسؤول يكون على قد القرار اللي ياخده في التطبيق في الميدان. كي نقولوا ورقة الطريق مش شعار، كي نقولوا نحو البيروقراطية تدريجيا مش شعار، هذا مرض. كي نقولوا كاين اتفاقية مع البدر لتسهيل التموين خاصة في الفترة هذه للفلاحين، ما لازمش يكون شعار، وهذا من مسؤولية الجميع مش من مسؤولية الوزير وحده أو بعض الإطارات وحدهم. إذن اليوم هذا بعض الكلام اللي حبيت نقوله لكم بكل شفافية وبكل صدق. الجزائر الجديدة تتبنى أولا بولادها، ثانيا تتبنى بصراحة نتاعنا، ثالثا تتبنى كي نعرفوا ناخذوا المسؤولية نتاعنا، سواء كنا فلاحين، موالين، أهل المهنة، مستثمرين، مسؤولين، مواطنين. نظن ونمتيقن الجزائر الجديدة ما تقدرش تتبنى بغير هذا الشيء اللي قلته. إذن
قبل ما نختم كلامي أنا حبيت نسمعكم ونسمع بعد الغرف، نطلب منكم تجنيد فعلي، تجنيد ميدان، مرافقة ميدان. فات الوقت اللي كنا نديرو بعض البرامج وكي نجيو نشوفوا واش درنا في البرامج هذو، الحوصلة نديروها بعد عوام. اليوم أنا طلبت من كل مدراء على مستوى الولايات تكون حوصلة كل 3 شهور، وراح يكون فيه ان كونترا، كل واحد يكون على مستوى المسؤولية اللي شرفته بها الدولة أو اللي كلفته بها الدولة. إذا أنا نظن نشوف الجزائر بأفاق وبنظرة أخرى، ما نقعدوش إلا في الكلام والمشاكل المطروحة. وعندي ما شفت مشاكل اليوم، وأنا متيق أنه كان نسمع كل غرفة، كل رئيس غرفة راح نلقى نفس المشاكل، نفس الطرح في الولاية نتاعهم، وفي بعض الأحيان لو نكونوا في الميدان ونتابعوا الفلاحين ويكون الإرشاد ويكون التحسيس ويكون تطبيق المسار التقني ونكونوا في استماع أهل المهنة متواصلة، أنا متيقن المشاكل هذو رايحين على الأقل تتقلص تدريجيا. إذن ما نخلوش أهل المهنة وحدهم والإدارة وحدها، ما نخلوش الغرفة وحدها والفلاحين والموالين والمستثمرين وحدهم، عندنا هدف واحد، وطن واحد، تحدي واحد. والتحدي هذا نشوفه على 3 محاور. أولا لازم نقلص من الاستيراد الرهيب هذا، وعندنا الإمكانيات. واحد عندي بعد الشهور تكلمنا على الكولزا فيما يخص الزيوت، بعض الناس حسبتها شعار. الحمد لله في البداية درنا 3000 قطار ودرنا 1000 قطار في بذور الكولزا اللي راح تسمح لنا من العام الجاي إن شاء الله نقدروا نديروا أكثر من 100,000 قطار، مش شعار. جزنا 79 قطار في بلد كبلد الجزائر تاع المايس، اليوم تجاوزنا 10,000 قطار كمرحلة أولى، ورانا بعاد على الهدف. كي هضرنا على السقي التكميلي، بعض من الناس حسبوا شعار، إن شاء الله يكون السقي التكميلي. إذن الإرادة، وأنا متيقن بالإرادة نتاعنا كل كمواطنين اللي نحبوا الخير لبلادنا ونحبوا نبنوا الجزائر الجديدة. في الختام سمحوا لي في كل مرة، وهذا بقناعة مني، نشكر من هذا المنبر شهادة تقدير وعرفان لكل الفلاحين الموالين وكل أهل الفلاحة بالوقفة نتاعهم اللي خلات بلادنا في المرحلة هذه تقريب عام تاع الكوفيد-19 كانوا على مستوى، وكانوا وفروا وداروا كل المجهودات نتاعهم باش يكون السوق ممول بطريقة مستدامة
وبأسعار معقولة في بعض الأحيان على عاتق الربح نتاعهم. إذن مرة أخرى شهادة تقدير وعرفان، وهذه هي الجزائر اللي حبينا نبنوها برجالها بولادها، وعندنا كل القدرات، ونأمنوا في برنامج سيد الرئيس، ونأمنوا في ورقة الطريق لتجسيدها لقطاع الفلاحة. ثم مشكورين، تبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.